زين، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرة اليوم. طبعا اليوم محاضرتنا جزء أنا أشرح، بعدين جزء عندنا موضوعين إن شاء الله الطلاب يشرحون عنه باختصار طبعا. زين، إحنا سابقا كل بعدنا الفصل الخامس اللي هو أندر ساتوريتد أويل ريزيرفر. شرحنا بالمحاضرة السابقة شلون نستخدم الماتيريال بالانس إيكويشن، وذكرنا لكم أنه هاي المعادلة الكلية للمكمن الاندر ساتوريتد، زين، يعني المكمن الذي هو انيشال بريشر فوق البابل بوينت بريشر، يعني كل ما يوجد في المكمن هو نفط سائل. شلون راح تكون المعادله؟ وعرفنا هاي المعادله كلها، يعني بصوره عامه هاي المعادله الشامله اللي تحتوي على ثلاث تيرم: ليكويد اكسبانشن، ليكويدنت غاز اكسبانشن، العفو هذا الجزء الاول، ليكويد اكسبانشن من يكون فوق البابل بوينت، غاز اكسبانشن شو وقت من ينخفض الضغط عن البابل بوينت. زين، اذا هذا الترم الاول. الترم الثاني كومبريسيبيليتي، اللي قلنا في اغلب الاحيان نهمله بس هو ايضا مؤثر وموجود، وهو يتعلق ب اتساع بحجم الكونيت ووتر والفورميشن اكسبانشن او تضيق، او خلينا نقول reduction in pore volume. زين، بسبب ماذا؟ بسبب انه انخفاض الضغط داخل المسامات يخلي انه الاوفر بيردن بريشر، الضغط اللي صاير بسبب اوزان الصخور شنو يغلب عليهن، فشنو تصغر حجم المسامات. زين، اذا هذا الكومبريسيبيليتي وهذا الووتر انفلكس. زين، اذا هاي المعادله الكليه للاندر ساتوريتد اويل ريزرفر. زين، هسه احنا شرحنا اذا كان المكمن فوليومتريك، يعني اذا ما عندي ووتر انفلاكس وما عندي برودكشن اوف ووتر، ووتر برودكشن ما عندي، زين، عندي هذا الترم دبليو اي صفر، هذا يصير صفر، كذلك دبليو بي يصير صفر. زين، اذا اهملت الكومبريسيبيليتي هذا الترم ايضا يصير صفر، فاذا المعادله للمكمن الفوليومتريك، زين، تتحول إلى هذه المعادلة. إذا المكان من الفوليومتريك هاي معادلتها، بس قلت لك ما كمان هو under volumetric control، إذا تكتب هاي المعادلة بشرط أنه شو، طبعا ذكر أن compressibility تغض النظر عنها. زين، هاي المعادلة للمكمن الفوليومتريك أكو حالتين: فوق البابل بوينت، جوا البابل بوينت. زين، فوق البابل بوينت إيش ذكرنا؟ ذكرنا أنه القيمة، يعني بي جي ما عندي، زين، صفر، ما عندي غاز داخل المكمن، فاذا راح تكون المعادله وكذلك طبعا، العفو مو البي جي ما عندي، اعتذر، عندي الار بي والار اس او اي هو متساوي. زين، لهذا السبب هذا التيرم يصير صفر، فاذا بس يبقى هاي العباره، فإذن للمكمن الفوليومتريك فوق البوينت هاي المعادله راح تكون، جو البابل بوينت هاي المعادلة. هذا مجمل ما ذكرناه بالمحاضرة السابقة، وحلينا في المثال تحت هذا العنوان، أو مثالين حلينا تحت هذا العنوان. زين، بهاي المحاضرة راح نبدأ نحل فد حقل، يعني فد مثال هو حقلي بالحقيقة، تحت عنوان كيلي شنايدر فيلد، حقل اسمه هذا كيلي شنايدر كانيون ريف ريزرفر. شنو ريف ريزرفر؟ ريف مو بالعربية بالدارجة ريف أو بالفصحى ريف، لا، ريف بالإنجليزي R double E F. خليني أراويكم شنو الريف. الريف هو منطقة من البحر، أو ريف راك، خلينا نكتب الله، زين، اللي تجتمع بيه هاي النوع من النباتات، يعني يا نباتات يعني المرجان. زين، هذا المرجان يجتمع عادة في منطقة، خلي أشوف إذا أكو صورة للبحار،
ظاهر بيها خوش سوق هواية تطلع لي صور عنها. ريف هاي المنطقة من البحر، هاي هذا الريف هو زين المرجان. غالبا ما في جزء من البحر اللي هو يعني قريب من السواحل، من الشواطئ، مو كلش بعيد بالأعماق. زين هاي موجودات لأنه تحتاج إلى ضوء الشمس، تشوفون يعني ضوء الشمس، يعني لازم يوصل لها ضوء الشمس. هذني إذا اجتمعت في مكان يعني في البحر، عادة تنمو في يعني قلت لكم في عمق محدد ومو هواي بعيد عن البحر، ممكن أنه هاي المرجانات تموت، صحيح، وبنفس الوقت تترسب عليها فتات من صخور أخرى، أو حتى إذا ما تجتمع عليها هي نفسها تندفن في ترسبات عميقة تتحول إلى صخور. هاي الصخور شنو اسمها؟ ريف. زين هاي الصخور أساسها يعني من نوع ال يعني مكوناتك، خلينا نقول كربونيت هو الجزء الأساسي إلها. على العموم هاي تكون خوش صخور، بها مسامات لا بأس فيها، فإذا تقدر تكون شنو؟ مكمن. فإذا هذا الحقل هو نوع الصخرة، هي شنو؟ ريف. زين خلينا نقرأ عن هذا المكمن، بعدين أسلسل لكم 4 مطاليب تقريبا هذا المثال يريده. هو طبعا ما ذاك ضمن السؤال، هو بادي بالحل، بس حتى تصنف عندكم الفكرة راح أشرح لكم إياها على أشرح لكم إياها بفيديو تسجيل على الورق، كلش أفضل تقدرون تفهموها. أنا هنا راح أشرح لكم إجمالا. زين إذا هذا الحقل هو شنو؟ هو موجود بتكزاس، was discovered 1948. زين during the early years of production، شاشة during the early years of production، بداية الإنتاج، السنوات البدائية للإنتاج، there was much concern about the very rapid decline in reservoir pressure. كان أكو شنو انشغال أو هم كبير حول ماذا؟ very rapid decline in reservoir pressure، يعني انخفاض سريع للضغط. زين هذا شنو؟ هذا مؤشر كبير طبعا، هسه أقول لكم عن ماذا. However, reservoir engineers were able to show that this was to be expected. يعني المهندسين، مهندس المكان، المهندسين يعني مهندس المكامن، كانوا قادرين أنه يثبتون أنه هذا متوقع بسبب ماذا؟ To be expected of a volumetric undersaturated reservoir with an initial pressure. وذا يعني هذا بسبب أنه المكمن هو أساسا volumetric، يعني ينتج بسبب ماذا؟ ما عندنا water drive، ينتج لماذا؟ ينتج بسبب في بداية المطاف بسبب liquid and rock expansion، liquid and gas expansion. بالبداية بس عندك liquid expansion فوق bubble point، يعني بس حجم النفط شنو يصير بيه اتساع بسبب انخفاض الضغط. وراء شنو؟ وراء البابل فاين بريشر يلا يبدي سولوشن جاز درايف، يلا تبدي فقاعات الغاز تتحرر. فاذا ايش راح يصير عندك اي ميكانيكيه؟ سولوشن جاز درايف. زين ما بين الانيشال بريشر لحد ما نوصل بابل بوينت بريشر، بين هاي الفتره وهاي الفتره، اذا نغض النظر عن الكومبرسيبلتي للروك وللكونيت ووتر، إذا فقط شنو عندك اللي ينتج؟ شنو سبب الإنتاج؟ هو الليكويد اكسبانشن، يعني النفط يصير اتساع بحجمه، واضح؟ فإذا لهذا السبب، وبسبب أنه تعرفون السوائل يعني المي، النفط، الأشياء السائلة، زين حجمها ما هو يتأثر بالضغط، يعني إذا أنت كلش تسلط ضغط عالي عليهم، شوي اسم بسيط جدا جدا حجم صغير شنو راح يقل من حجمه. يعني انت من تضغطه زين، حتى اذا عندك ضغط مثلا 2000 بي اس اي اي، اسم شوي شويه منه شنو يصير بيه؟
قلة بالحجم، يعني تقريبا الكومبرسيبلتي لهم بالعشرة أس سالب ستة تقريبا. يعني معناته شنو؟ معناته إذا أنت تسوي اختلاف بالضغط 1 PSIA حجمه راح يتقلص، راح يصغر بس بمقدار 10 أس سالب 6 من حجمه الواقعي، من حجمه الأولي. تأثير صغير. هسا إذا هذا الضغط صار مثلا 3000، أيضا هذه القيمة راح تكون شنو؟ صغيرة مقارنة بالحجم بتغير الغاز، بينما لا، الغاز إذا سلط على ضغط كبير راح يصير شنو؟ نقص في حجمه. على العموم، فإذا السوائل حجمها ما هو تتأثر بالضغط. فإذا هسه تتصور عندك داخل المكمن سائل اللي هو نفط مضغوط جدا بضغط عالي، زين، من يبدي يفرغ هذا النفط يبدي الضغط شنو؟ ينخفض. فإذا الحجم للنفط شوية شنو؟ يتسع. من شوية يتسع ياخذ مكان النفط اللي شنو؟ فرغ. يعني ما راح خب لازم يكون فد شيء يترس مكانه، صحيح؟ ما راح يصير عندك فراغ نفط ده يخرج من المكمن، زين، شنو يجي مكانه؟ لازم اكو شيء يجي مكانه. لو مي يدخل للمكمن، صحيح؟ لو فقاعات غاز مثلا تتحرر، زين، هو ما دام فوق البابل بوينت، فاذا شنو الوحيد اللي راح يجي مكانهم؟ هو النفط يتسع بحجمه. واضح الفكرة؟ إذا شايفين أعطيكم مثال بسيط، هو شوية بعيد بس يقرب المعنى. شايفين أنه إذا عندك بطل مي تقلبه كامل بحيث المي يبدي شنو؟ يفرغ. تشوف أنه من يفرغ المي البطل يبدي شوية يتقلص، زين، بعدين تجي فقاعات الغاز تدخل داخل البطل وهذا يبدي شنو؟ ينترس من أول ويبدي الجريان، صحيح؟ زين، إذا أنت ما تسمح للغاز يدخل، شلون ما تسمح؟ تبدي البطل شوية تضغطه بإيدك، زين؟ راح ما يدخل، يجري أكثر، زين؟ بس الغاز ما يلحق يطب خلينا نقول للبطل. هذا الشيء ليش ذكرت هذا؟ شنو علاقة الموضوع؟ علاقته أنه أنت من يفرغ من الإناء شيء، زين؟ لازم يجي شيء بمكانه، إما الإناء حجمه يصغر، صحيح؟ اللي هو تشبيه الإلمن للراك إكسبانشن أو تقليص لحجم المسامات أو زيادة في حجم الكونيت واتر ساتوريشن. زين، إذا هذا إحنا هملناه، يعني ما عندي هذا الشيء، يعني ما بده يصير تقليص عندي بالحجم للمكمن، زين، فإذا لازم يجي شيء بمكانه. زين، هو هم ما يقدر يدخل هذا المكمن. زين، إذا شو الوحيد اللي عندك؟ الوحيد اللي عندك هو نفس النفط، هو يتسع بحجمه وهو يحدث. إلى شو وقت تقريبا هذا الشيء يحدث؟ إلى أن نصل إلى بابل بوينت بريشر، يعني خلال هاي الفترة هو هذا العامل الوحيد الذي شنو سبب للإنتاج. أتصور هذا المثال شوي أكثر يقرب المعنى، أتمنى أنه يكون كذلك وما أفسدت المعلومة. زين، فإذا هذا المكمن أكو شاهد كبير وهو أنه rapid decline in reservoir pressure، زين، شنو هذا يؤشر؟ يؤشر أنه هو المكمن under volumetric control. هذا مو مؤشر كافي، يعني مو وحدة، لازم أكو طبعا بيانات جيولوجية وإلى آخره. زين، under saturated reservoir with an initial pressure of 3112 psi initial pressure للمكمن، هذا قيمته، and a bubble point pressure of only 1725 PSIG both at a datum of 4300 foot subsea. يعني اثنيناتهم قايسيهم شنو بهذا العمق من الأرض، يعني 4300 تحت البحر. زين، سؤال موجه لكم، منو يقول لي initial pressure؟ هذا ال initial pressure شلون نقيسه؟ اللي هو 3112 bubble point pressure شلون نقيسه؟ إذا initial pressure شلون نقيسه؟ bubble point pressure شلون نقيسه؟ سؤال موجه لكم.
أستاذ غير هو من نحفر البئر راح نقدر نعرف الضغط من خلال يعني من خلال بدء الإنتاج. احسنت بالضبط، هذا الانيشال بريشر، يعني ما دام حفرت وصلت للمكمن كانما اني عندي اناء زين اخلي له فد جيج، بعد داخل البئر اخلي جيج صحيح، او حتى اذا على السطح اذا انا يعني شاد تيوبينج وخال كل شيء اسد يعني انتاج واقرا الاستاتيك بريشر من خلال احسب حسابات بس هو قايسه في العمق، يعني اكو القياس الادق انه شنو تنزل جيج داخل البئر وتقرا الضغط، هذا كلش بسيط انيشال بريشر صحيح. ما دام انت في بدايه الانتاج هذا شو تسميه انيشال بريشر صحيح. صحيح. طبعا طبعا اكو طريقه اخرى قلت لكم انه انت حتى اذا ما تنزل شيء داخل البئر تقدر تقرا الضغط على السطح بشرط انه انت شنو ما عندك انتاج، يعني تقرا الستاتيك بريشر زين، الضغط اللي يقرأ عندك فوق هو مو ضغط المكمن وإنما ضغط المكمن يعني أقل من ضغط المكمن بمقدار ايش قد، بمقدار ارتفاع عمود السائل داخل البئر صحيح. على العموم هذا شوي رأي شرح بس بصورة عامة، أنت تقرأ الضغط على السطح وبعدين تحسب الفرق ما بين السطح والمكمن، جيت فرقهم بالضغط، فرقهم هذا الارتفاع اللي صاير بسبب عمود السائل داخل الأنابيب زين. إذن هذا الانيشال بريشر. بابل بوينت بريشر شلون أحصله؟ قليل صاد بالمختبر يعني من خلال الكور نقدر. عقيل بالمختبر صح، بس مو من خلال الكور. أستاذ أعتقد بالسبريتر يعني من تتغير نسبة جي او ار يعني بشكل كلش كبير فبالتالي تبين انه هاي البوينت النقطة. يعني أهم إشارة بس مو بالسبريتر، يعني المهم أكو علاقة بأنه الغاز ده يخرج فإذا أقيس البابل بوينت بس مو بالسبريتر عادة. يعني أستاذ يمكن بقياس البي في تي. أحسنت، بي في تي، مختبر البي في تي يعني أخذ عينة من مائع المكمني من ريزرفور فلويد زين، ذكرنا لكم سابقا واليوم إن شاء الله عندنا تكون يعني إذا محضرين الطلاب على sub surface sampling أو surface sampling، يعني ناخذ عينة من المائع المكمني اللي يمثل داخل المكمن شنو أكو من موائع زين، هاي ناخذ منها عينة ونوديها في ظروف المكمن بالمختبرات، يعني المختبر نخلي temperature إلى temperature المكمن والreservoir initial reservoir للمكمن ونبدي نقلل الضغط زين، نشوف من نقلل الضغط عند اي ضغط تبدي فقاعات الغاز تتحرر، هذا هو البابل بوينت بريشر راح يقرا لنا اياها. طبعا الاجهزه لها شويه نوعا ما غاليه خاصه اذا نريد نقرا الا يعني خلينا نسوي ديفرنشال ليبريشن تيست، ذيك شويه غاليه، هاي شويه ارخص يعني اذا بس اريد اشوف البي جي لا شويه ارخص الادوات زين. اذا على العموم شكرا، إذن هذه قراءة الـ Initial Reservoir Pressure داخل البئر، أول ما تحفر توصل للإنتاج تقدر شنو؟ من تريد تسوي تيست تحصل الضغط، طبعا من تبدي تسوي فد فلو للمكمن، أنت عندك سائل حفر داخل المكمن داخل الآبار عندك سائل حفر بعد عندك ضغط مسلط، إذن لازم شنو هذا؟ تقلل الضغط بطريقة اللي يعني تماخذيه بالكومبليشن المفروض ويبدي بالتدفق حتى تقدر تقيس الضغط زين. على العموم زين، their calculation further showed that when the bubble point pressure is reached، يقول بعد ما حسبوا شافوا من نوصل إلى bubble point pressure the pressure decline showed should be much less rapid، انخفاض بالضغط راح يصير شنو بطيء جدا، يعني هواية أبطأ قصدي شوية أقل سرعة، much less rapid هو يعني هواية أقل سرعة يعني أبطأ يبطأ. إذا هاي أيضا دلالة ليش and that the reservoir could be produced without a pressure maintenance for many years. الحمد لله، يعني والمكمن يقدر ينتج بلا ما يحتاج أنه نسوي له يعني pressure maintenance نحافظ على ضغطه
لعدة سنين without reduces to the pressure maintenance program eventually adopted. على العموم ما يحتاج أي برنامج للاحتفاظ بالضغط. ليش؟ لأنه أنت عندك تحت البابل بوينت بريشر راح يبدي السولوشن غاز يشتغل، يعني تبدي فقاعات الغاز تتحرر. فبدل ما يعني فقاعات الغاز من ينخفض الضغط، بدل ما يصير عندك اتساع بالنفوذ، اول ما يصير اتساع بمن؟ بالغاز. الغاز رأسا يبدي شنو يتسع حجم الفقاعات الغازية اللي يعني تكونت وتبدي تتكون جوا البابل بوينت بريشر، هن شنو؟ هن يعوضون عن انخفاض الضغط، فما يخلون الضغط ينخفض بشكل سريع، بينما هذا الشيء شنو؟ ما كان موجود فوق البابل بوينت بريشر. اذا نرجع لمثال بطل المي، وين كان هو يعني شويه بعيد، بس من نقدر نصور انه اجى هو بمكان البطل، فاذا يحتفظ شوي بالضغط. زين، خلينا نشوف شنو بعد هنا مهم. In the meantime, with additional pressure drop and production, further reservoir studies could evaluate the potentialities of water influx, gravity drainage, and inter-reservoir communication. يقول بعد ما الإنتاج يستمر أكثر، ممكن ندرس أنه هل من الممكن أكو يكون عندنا water influx؟ يعني احنا دراساتنا الاوليه يقول شنو هو فوليومتريك، بس احنا ما لازم نتوقف على دراسات اوليه، لان كل ما ننتج اكثر نحصل بيانات اكثر، ابار اكثر، تعطينا معلومات ادق. زين، جرافيتي درينج اكو لو ماكو؟ اكو ترابط، واكو جريان داخل المكمن من نقطه الى اخرى الى اخره. زين، على العموم هذني شويه يعطيكم يعني فكر هندسي اكثر، مو فقط حل امثله وحل جواب حل بروبلم، لا شويه يعطيكم توسع، وأنه لا نكون يعني ضمن فقط مفاهيم نظرية اللي بالواقع مرات تكون بعيدة عنها. إحنا نضطر بالمفاهيم النظرية حتى بعض المسائل أسهل تنحل، نفترض بعض الفروض، بس هذا الشيء بالواقع مرات ما يتحقق. لهذا السبب يعطيكم شوية يوسع أفكاركم. زين، these together with laboratory studies on cores to determine recovery efficiencies of oil by depletion and by gas and water displacement should enable the operators to make a more prudent selection of the pressure maintenance program to be used, or demonstrate that a pressure maintenance program would not be successful. زين، يقول إضافة إلى أنه دراسات مختبرية على الكور. على الكور يعني شنو؟ يقول ناخذ كور من المكمن، زين، ونشوف الريكفري افشنسي، يعني الريكفري فاكتور للمكمن، هل يعني او كيف يكون مع الاويل باي ديبليشن اند باي غاز اند ووتر ديسبيسمنت. ديبليشن ذكرناكم انه ديبليشن يعني تفريغ، يعني النفط او هو عنوان اخر كان للسولوشن غاز درايف او ديبليشن درايف. زين، يعني النفط بعد ما وصل الى ضغط الفقاعه يبدا يتحرر الغاز، فاذا الكور اللي انا اخذها لازم شنو تكون؟ لازم تكون بريزرفد كور، يعني كور وتحتفظ في ظروف المكمن والموائع المكمنيه اللي بيها وتصعد. ممكن ناخذ هاي العينات بهالطريقه. زين، اوديها للمختبر واشوف هذا الكور اذا فرغ انخفض الضغط ويبدي يفرغ النفط بسبب الديبليشن درايف، ايش قد يكون ريكفري؟ يعني اذا كل شيء ما اسوي شلون يصير ريكفري؟ زين، اذا يصير عندي غاز اند ووتر ديسبيسمنت، ديسبيسمنت اوف ووتر اند غاز يعني شنو؟ يعني غاز يسوي ديسبيسمنت للنفط، يعني غاز ديسبيسينج the oil، يعني الغاز يدفع النفط او الووتر يدفع النفط. زين، هاي الدراسه شنو معناتها؟ معناته انه هل على هذا الاساس هل بامكاننا انه نزود او يحتاج الى برامج احتفاظ بالضغط او لا؟ طبعا انا هنا عندي ملاحظه على الكتاب، هنا هو ما موضح كلش بالضبط غاز اند ووتر ديسبيسمنت، يقصد الغاز الطبيعي الموجود داخل المكمن انه هو يدفع النفط، يعني يصير
بعد ما الفقاعات الغاز صار حجمها هواية وكونت طور، هن الممكن أن تدفع النفط للإنتاج، اللي غالبا ما هذا ما يحدث، لأنه ريلاتيف انبعاث الغاز أكثر من النفط، فهو ينتج بدل ما يدفع النفط أكثر من ما هو يدفع النفط. كذلك للمي، هاي اللي يقصد water displacement، يعني الوتر بالأكويفر هو يسوي displacement للنفط، الظاهر هو هذا اللي يقصده، وإلا ما كان ذكر maintenance program، pressure maintenance program، احتفاظ بالضغط. ليش؟ أنت من تسوي، يعني جدلا إذا فرضنا أنه يقصد gas displacement، يعني اللي يصير بسبب شنو، إحنا نحقن غاز داخل المكمن، بعد هذا ما يسموه pressure maintenance program غالبا ما. يعني انت شو وقت تسوي pressure maintenance؟ يعني انت تحقن بالغاز كاب غاز حتى تحافظ تحافظ على الضغط، هذا يسموه pressure maintenance، تحافظ على الضغط، ما تسوي flooding، ما تسوي شنو في منطقة النفط، ما تدفع الغاز، ما تحقن غاز حتى يدفع النفط، وانما انت مجرد تسوي pressure maintenance. او اذا عندك aquifer فعال حتى تحافظ على الضغط، تحقن مي من المي اللي ينتج على السطح، وين توديه؟ تراجعه، وين تراجعه؟ تحقنه بالاكويفر، حتى شو يصير؟ حتى تعوض عن المي اللي يفرغ، حتى ايضا تحافظ على الضغط، هذا نسميه بريشر مينتنس. والا اذا حقنا المي بالريزرفار، يعني بالمنطقة النفط، هذا نسميه شنو؟ واتر فلادينج. حتى اشرح لكم على الصورة، هاي كلش خوش صورة. شوفوا هذا البئر اللي دا يسوي انجكشن للواتر، تشوف انه المي وين؟ بمنطقة النفط، فيدفع النفط الى الآبار المنتجة، هذا نسميه واتر فلادينج. زين، بينما واتر انجكشن اللي هو عنوان أعام، يعني واتر انجكشن فور بريشر مينتننس، يعني هذا اقصد. اذا اشوف الصورة معبرة، زين الصور ما تعطي خوش توضيح. إذن كلهن هي water flooding، لأن نحقن المي في منطقة النفط، والنفط يصير بيه displacement. بينما من أقول pressure maintenance، يعني أحقن مي في منطقة الأكويفر. على العموم هنا أنا ما لقيت في الصور معبرة، فلو وصلت المعنى. زين، إذن هاي كل هاي معلومات، يعني أنا أشوفها مفيدة، وأنا أأكد على مفاهيمها حتى يصير تعمق أكثر بالأفكار. مرات أنتم ماخذين يعني الأشياء سطحية، بس نحاول إحنا شنو نتساءل حتى نتعمق في الموضوع. زين، أيضا بعد ذاك قايل although additional and revised data have become available in subsequent years, the following calculations which were made in 1950، يعني هو 1048 1050 شنو، من أول سووا دراسات أخرى، are based on data available in 1950. زين، table 5.3 gives the basic reservoir data for the Canyon Reef Reservoir. table 5.3 اللي هو شنو؟ هذا بعد ما سووا دراسات وصلوا إلى هذه المعلومات. هاي ما يتعلق بالمكمن، initial pressure هل قد، bubble point pressure هل قد،
average reservoir temperature درجة حرارة 125 درجة تقريبا. من يقدر يحسب لنا 125 فارنهايت ايش قد تقريبا بالسلسيوس؟ من منكم؟ سالب 3.8 دكتور أستاذ، سالب استبعد 25 غير 125. عفوا. اشتدك بس يعني بس 100 تخلي قبلها هاي تنحل، تصير حوالي 51 درجة. يعني النفط داخل المكمن شنو يطلع لك؟ نفط حار خلينا نقول، بس ما يتشوي مو لا، تصير تكون فكرة عن الموضوع زين. لان درجة الحرارة 125 فارنهايت، لان احنا فارنهايت ما نلمسه مثل ما السيليسيوس. السيليسيوس عندنا إلى صورة، نعرف مثلا 40 حارة، هواء 40 حار، المي بس 40 يعني زين حار بس نقدر نتحمله. 50 بعد يبدي يصير كلش حار، الى ان بعد ذا 100 بعد يفور زين. فاذا مي النفط داخل هذا المكمن يعني يعتبر نوعا ما حار، بس يعني لا يوصل الى السطح شويه خب يبرد. افريج بوروسيتي هالقد، افريج كونت ووتر 20% تقريبا، كريتيكال جاس ساتوريشن استيميتد قد 10%. يعني لازم ياخذون عينه كور يودوها للمختبر ويشوفون الغاز شو وقت يقدر يبدي بالجريان. صحيح هذا هو الكريتيكال ساتوريشن زين. هنا ما يتعلق بديفرنشال ليبريشن اناليزز، ديفرنشال ليبريشن اناليزز اريد منكم اثنين على مو هاي المحاضرة، المحاضرة اللي بعدها يعني بعد اسبوع يسوي لنا بحث على هذا الموضوع. اثنين منكم ديفرنشال ليبريشن تيست اناليزز، هم انا اذا سويته ماكو مشكلة. شنو هذا؟ يشرح لنا بصورة عامة، احنا ناخذ عينة من ريزرفوار فلويد ونوديه للمختبر ونحاول نماثل تغير بالضغط والإنتاج. يعني هذا السيل اللي ناخذه، هذا العفو هذا العينة اللي ناخذها نخليها بسيل داخل المختبر ونبدي نقلل الضغط بطريقة مراحل مراحل ستيب باي ستيب زين. نخفض الضغط فراح يصير عندي اتساع بالحجم، هذا الاتساع بالحجم شنو؟ اخذ منه انتاج. فاذا ايش راح يصير عندي؟ كانما اني دا اماثل اللي دا يصير داخل المكمن زين. على هذا من هذا المنطلق اقيس السولوشن جاز درايف ايش قد، بي جي ايش قد، بي او ايش قد، من خلاله احصل هذه القيم، يعني الضغط، انخفاض الضغط وتغير بالخواص، كذلك الكمية المنتجة. طبعا هاي خو مو كامل، يعني الديفرنشال ليبريشن تيست يكون أكثر تفاصيلا. يقول لي يعني ايش قد أنتجت حجم مثل ما سوينا سابقا بالمكامن الغازية إذا تتذكرون، كان عندنا هذا الانخفاض بالضغط إنتاج ونشوف ايش قد من الليكويد ايش قد من الغاز. صحيح إنه مثل ما يحدث داخل المكمن. على العموم زين، إذا حصلنا هاي البيانات انيشال بريشر يبدي ينخفض لحد ما يوصل إلى 1725. 1700 تشوف عندك شنو؟ عندك بدأ قيمة للبي جي، عندك السولوشن جاز اويد ريشيو شوفوا 885 885 885 لحد ما شنو هنا بدأ يزداد. صحيح عفوا يقل، بدأ يقل. فإذا ثابت كان السولوشن جاز اويد ريشيو إلى أن وصل بابل بوينت شنو؟ بدأ ينخفض. نفس الموضوع يحدث لمن يحدث العفو مو نفس الموضوع، بينما البي او فوق البابل بوينت بريشر، هذا سابقا عرفناه انه من الانيشال الى البابل بوينت بريشر في تزايد، يزداد هذا يوصل اعلى قيمة له. فاذا هذا البابل بوينت بريشر 1725. فاذا من كل الحالات تقدرون شنو تعرفون انه بابل بوينت بريشر اي ضغط زين. اذا هاي الخصائص، هسه المثال اللي هو هذا المثال يعني دراسه كامله لحقل زين، ويذكر يذكر انه ماكو الشواهد الجيولوجيه تظهر انه ماكو
water influx. كذلك ما عندنا على السطح ذاك الانتاج للماء يعني negligible water production. زين السؤال الأول هو يقول احسب ال recovery factor من ال initial reservoir pressure إلى bubble point pressure إيش قد؟ يعني من الضغط 3112 إلى أن يوصل الضغط إلى 1725 هذا الانخفاض بالضغط إيش قد راح ينتج لك كمية من النفط اللي موجود داخل المكمن؟ هذا حسبه. أو بتعبير آخر إن أنا ذاكره the recovery from initial pressure to bubble point pressure is by شنو is هاي كلش مهمة from initial pressure to bubble point pressure انخفاض الضغط من initial pressure إلى bubble point pressure هو شنو يصير بسبب ماذا by liquid expansion يعني ميكانيكية الإنتاج الدرايف اللي عندنا هو شنو هو liquid expansion ليش لأنه المكمن under saturated under volumetric control ما عندي water drive هذا شرحنا زين إذن إذا جبنا لكم بالسؤال احسب ال recovery factor اللي يصير by liquid expansion يعني تتعرف لازم تحسب انخفاض الضغط من initial pressure إلى bubble point pressure بعد أنا ما راح أذكر لك ما راح أحدد لك الضغط أنت لازم تعرف liquid expansion اللي وين يصير إلى bubble point pressure واضح bubble point pressure شلون تميزه هسه قبل شوي شرحنا لك تقدر تشوف البي او تقدر تشوف البي جي تقدر تشوف غاز أو هيدروجين كل هذا تقدر تشوفه إذا بي او تشوفه شوف أعلى قيمة للبي او وين تطلع هو هذا bubble point pressure يعني 1.45 هاي أعلى قيمة للبي او هي هاير راح تكون شنو بابل بوينت 1725 او عندك الغازويد ريشيو كذلك وين اخر نقطه هو كان ثابت هو هذا غازويد ريشيو زين زين اذا عرفنا انه من اقول اذا قلت لكم الريكفري احسبه باي ليكويد اكسبانشن يعني لازم تعرف الى بابل بوينت بريشر هو هذا اللي راح يكون الريكفري زين نعوضه مجرد بي تي ماينس بي تي اي على بي تي حصلنا سابقا هذا الريكفري فاكتور كلش بسيط شلون اقرا هنا انا مباشره نعطيك القيم للبي تي ممكن ما يعطيك القيم ما دام تعرف البي او وتعرف البي جي وتعرف السوليوشن غاز اويل ريشيو اذا تعرف البي تي شلون هاي بي تي هو يساوي بي او زائد بي جي ار اس او اي ماينس ار اس او صحيح ذكرنا أنه BT فوق البابل بوينت بريشر هو يساوي البي او صحيح؟ فإذن أنا ما عندي أي قيم اثنان باعوا هاي بي او هاي بي تي بي او جد بي تي جد نفس القيم ليش؟ لأنه ما عندك شنو؟ فرق ما بين ال RSOI و RS زين إذن recovery factor فقط 1.89% خل أوقف ضمن هذا المعنى باعوا القيم انخفاض الضغط من 3112 اللي هو الانيشال ريزرفر بريشر زين الى ان وصل الى 1725 جدا انخفاض بالضغط انخفاض فظيع يعني 3112 إلى 1725 يعني حوالي قريب النص أقل من النص بس قريب النص زين انخفض بالضغط الضغط صار نص بينما جدا انتج النفط جدا من من النفط انتج يعني ما وصل ل 2% تشوفون يعني من كل النفط اللي موجود فقط 2% انتج خلال شنو خلال انخفاض فظيع حوالي نص او على الاقل انخفاض 40% تشوفون لهذا السبب الليكويد اكسبانشن هي ميكانيكيه ضعيفه جدا لهذا السبب المكمن اذا كان المكامن النفطيه اذا كانت فوليومتريك كنترول ما بيها واتر انفلكس او هسه احنا مو موضوعنا الساتوريتد بالساتوريتد اذا ماكو غاز كاب تشوفوا انه كلش ميكانيكيه ضعيفه وما نحبذها
العكس من ما كنا نتحدث المكامن الغازية نقول فوليومتري كنترول هي الأفضل صحيح، بينما هنا العكس، هذا تقدرون تشوفوا من خلال أمثلة أخرى. زين هذا الشيء هو هنا شرح بتفاصيل أكبر. المسألة الأخرى، المثال أو المطلب الثاني اللي نريد نحصله هو طبعا هنا ما شرحه بس يعني ما شرحه كالسؤال، بس هو نريد هسه نبحث أنه إذا انخفض الضغط أكثر إيش قد راح تكون الكمية المنتجة. زين عند أي ضغط، عند أي ضغط اللي يعجبك، يعني يا ضغط مثلا هنا تجي بالجدول شوف يا ضغط عندك قيم إلها مثلا 1725 عرفنا بابل بوينت بريشر، هسه نريد نشوف الريكفري فاكتور عند 1700 إيش قد. نقول ما دام وصلنا ل 1700، 1700 أقل من البابل بوينت بريشر، فإذا المعادلة اللي راح نتبعها هي يا معادلة راح تكون هاي المعادلة اللي بالمحاضرة السابقة شرحنا لكم إياها، الريكفري فاكتور ذات اللي تحصلها هي راح تكون من خلال هاي المعادلة، يعني تحتاج خصائص بي تي ماينس بي تي اي، خصائص ال ريزرفر فلويد بي تي بي جي ار اس او اي، هذني كلهن خصائص الفلويد، فقط ار بي هي من خصائص ماذا؟ من خصائص الانتاج، نت كوميوليتيف بروديوس غاز اويل ريشيو اللي ذكرناه سابقا، اللي هو تقول الكميه المنتجه للغاز خلال الانتاج من بدايه المك من بدايه الانتاج الى ما وصلنا اليه الان، نقسم على الكميه المنتجه للنفط من بدايه الانتاج الى الان، صحيح هذا سميناه ار بي. زين اذا انا بعدني ما منتج شلون اقدر احصل قيمه الار بي؟ يعني انا اريد اسوي ايفالويشن للمكمن قبل ما ابدي بالانتاج، اريد اقيم هذا المكمن جيد، اقدر انتج من نجد من اوصل ل 1700، من اوصل ل 1600 الى 1500، انا بعد ما منتج بعدني ضغطي شنو انيشال، اريد اشوف اسوي دراسه من اوصل الى هذا الضغط ايش قد راح انتج، غير لازم اسوي فد استيميشن، على اي اساس اسوي استيميشن واني ما منتج ما عندي ار بي؟ اقول اكو حل، اقدر احصل الار بي واخمنها بشرط يعني اعتمد على البيانات للبي في تي، اعتمد على البيانات اللي احصلها واسوي استيميشن الى ار بي واقول ار بي اقدر اعتبرها هي معدل للسولوشن غاز اويل ريشيو بفرض انه ما عندي جريان للغاز داخل المكمن، يعني اعتبر كل ما من غاز زي ينتج على السطح هو صاير بسبب ماذا؟ هو جاي منين؟ هو جاي من النفط اللي دا ينتج على السطح، فإذا أنا داخل المكمن ما عندي جريان للغاز. واحد ممكن يقول إحنا مو جوا البابل بوينت بريشر، فإذا داخل المكمن عندي غاز، هذا ينافي هذا المعنى؟ أقول لا، أنت ما دام جوا الكريتيكال غاز ساتوريشن فإذا أنت ما عندك جريان للغاز. فإذا بهذا الفرض، أي فرض إحنا نشوفه إحنا كمهندسين مو دائما نقدر نعطي حلول دقيقة، بس نقدر نغض النظر عن بعض الأمور ونقدر نفرض بعض الفروض الصحيحة زين على مبناها نحل المسائل، وإلا إذا نريد كل شيء يجي معدل ملبب ما ممكن. زين فإذا أنا أقدر أفرض أي فرض؟ أفرض أنه غاز داخل المكمن ما يتحرك، ما عندي جريان الغاز داخل المكمن، هل هذا يحدث جو البابل بوينت؟ نعم يحدث جو البابل بوينت لحد ما تشبع الغاز يوصل إلى كريتيكال ساتوريشن، واضح؟ فإذا ما بين هاي القيمة أنا أقدر شو أسوي من حسابات؟ أقول الار بي النت بروديوسد غاز أويل ريشيو هو يساوي معدل من السولوشن غاز اويل ريشيو، هذا المعدل بس لازم شلون يكون اخذه؟ انتم تعرفون كل معدل بشنو فد ويت، هسه انت من تحسب معدلك للكورس شو تسوي؟ كل ماده تضربها في الويت مالتها جد وحداتها، صحيح؟ زين انا من اخذ معدل للغاز اويل ريشيو شنو الويت للغاز اويل ريشيو اللي لازم اخذه؟ يعني بعبارة أخرى أنا دا أخذ معدل للغاز أويل ريشيو ما بين
885 لحد ما 885. خب كلها نفس القيم فإذا المعادله نفس الشيء، ماكو ما عندنا مشكله. المساله هنا من يصير اختلاف، انا اقول طبيعي انه غاز اويل ريشيو برودوسد كل ما انت منتج كميه اكثر بهذا الجي او ار الحصه اكبر، صحيح؟ زين هاي الكميه الاكثر المنتجها شلون تقدر تعطيها قيمه؟ بالريكفري فاكتور، يعني تضرب الجي او ار في الريكفري فاكتور، تضرب الجي او ار في الريكفري فاكتور طبعا اختلافه، او بعباره ادق انت تقول هذا الجي او ار اللي منتجه خلال الفتره المنتجها زين تضربها في اي قيمه؟ تضربها في قيمه الان بي النفط اللي انتجته خلال هاي الفتره. هنا من 885 الى 867 تضربها في اي قيمه؟ في اختلاف النفط اللي انتجته من هاي النقطه الى هاي النقطه خلال هاي الاختلاف الضغط من هنا لهنا. لا اريد اقول بتعبير ادق، اذا اريد نشوف التعبير الادق هو اللي تشوفوه هنا ار بي هو اختلاف الانتاج النفط في قيمه الار على ان بي. هذا منين جاي؟ هذا بالحقيقه هو تعريف الكوميوليتيف غاز اويل ريشيو، الكميه المنتجه للغاز هي ايش قد الغاز ايش قد انتجت. تقول الغاز اللي راح انتجه هو جاي فقط من النفط، فاذا اضرب حجم النفط في الجي او ار اعرف حجم الغاز، صحيح؟ ما دام الغاز منتج من النفط فاذا حجم النفط في الغاز اويل ريشيو سولوشن غاز اويل ريشيو، تبو في سولوشن غاز اويل ريشيو هو يمثل لي غاز المنتج. ليش اقدر اقول هذا الشيء؟ لانه فرضت انه الغاز المنتج هو كله جاي من النفط. اذا ما افرض هذا الفرض ما اقدر اكتب هذا الشيء، يعني ار بي هو ما راح يساوي هاي هذه القيمه، واضح؟ زين فاذا اختلاف ال ان بي دلتا ان بي، ليش دلتا ان بي؟ لان انت عندك انترفال للضغط، ينخفض الضغط ايش قد ما بين انخفاضة الضغط عندك انتاج للنفط، هو مو ان بي، ان بي من بدايه الانيشال بريشر الى هسه. دلتا ان بي يعني شنو؟ يعني ما بين انترفال الضغط، من ضغط اي ضغط الى هذا الضغط، يعني واضح يعني خلال فتره انخفاض الضغط يصير عندك انتاج نفط قسمه على ان بي. زين هاي المعادله ار بي راح تساوي هذا الشيء. هسه اقول لكم هذا شنو، هاي هي مو معادله من خلال تعريف الـ NP جاية من خلال تعريف الـ RP جاية، وإنما جاءت بفرض أنه كل الغاز المنتج على السطح هو جاي من الـ Solution Gas، يعني جاي من الغاز الذائب داخل النفط. زين شلون أقدر أحصله؟ هسه موسع القانون هذا فوق القانون موسع، يعني يريد يوضح شنو معناته. معناته أنه الكمية للنفط اللي تنتجها لحد ما توصل Bubble Point Pressure، هذا العبارة N PB، معناته النفط اللي راح تنتجه initial pressure لحد ما bubble point pressure. زين تضربها في قيمة المن الR لهذه الفترة اللي هو فترة قيمة ثابتة الR SOI هي تكون، صحيح؟ summation يعني شنو؟ summation يعني زائدا النفط اللي راح تنتجه في أول ضغط او اول انترفال للضغط اللي تريده ما بعد البابل بوينت بريشر. بهذا المثال هو ايش قد؟ 1700، يعني واضح 1700. زين تقول من 1725 الى 1700 هذا الانخفاض بالضغط ايش قد منتج لك نفط؟ ايش قد راح ينتج لك نفط؟ راح ينتج لك بمقدار NP1 minus NPB، يعني كل النفط المنتج من الانيشال بريشر الى هذا الضغط هو NP1، كل النفط الذي منتج الى البابل بوينت بريشر هو NPB. الفرق ما بينهم هو النفط اللي منتج خلال هذه الفتره. زين في R average 1 يعني شنو؟ في R average 1 يعني في R خلال هذا الانترفال، يعني خلال 1725 الى 1700 السولوشن غاز اويل ريشيو ايش قد المعدل مالته؟ تقول خذ معدل عددي، يعني 885 زائد 876 على 2، هذا معناته
واضح؟ يعني أنت خلال هاي الفترة الضغط إجيت هو الـ R، هو في تزايد شوي شوي ده يزداد، زين؟ فأني لازم أخذ منه معدل لولا، زين؟ أخذ منه أسهل معدل اللي هو شو المعدل ما بين رقمين، واضح؟ يعني تجمعه وتقسمه على اثنين. زين بهذا القدر أنا شرحت لكم شنو هذا القانون. يعني الانترفال الثاني هم نفس الشيء، NP2 يعني الضغط الثاني تحت البابل بوينت ماينس الضغط الأول خلال هاي الفترة اللي أنت جيت نفوت هالقد، تضربها في الأفرج ريزرفار. يعني إذا بدي أشرح لكم، يعني بعد ال 1700 زيد عندك الانترفال القيم عندك 1600، خلال هذا الانخفاض بالضغط ايش قد راح تنتج نفوط؟ فد ان بي 2 هنا عندك، هنا عندك ان بي 1، الفرق اللي ما بينهم صحيح هو المنتج. زين انا شرحت لكم المثال مو صحيح؟ وشرحت لكم القانون، بس هسه ممكن واحد ذكي يسأل يقول استاذ احنا بعدنا ما منتجي النفط، احنا دا نسوي حسابات. قبل شوي ذكرت لكم نريد نسوي حسابات واساسا احنا بعدنا ما منتجين، انا شلون اعرف ال NPB ايش قد؟ NP1 ايش قد؟ صح لو لا؟ انا ما راح اقدر اعرفه اذا ما منتج، ما اعرف شلون اعرف؟ صحيح؟ سؤال موجه. إذا تشوفوا طبعا هذا المثال هو معوض القيم للبارامترات كلهن. أني هذا الشيء حال لكم يا بالفيديو المسجلة، وراح هنا راح أشرحها وهناك تشوفوا راح تفتهموا بكل بساطة. أني هذه القيمة اللي كاتب الكتاب إذا أقسمه، يعني هذه العبارة، هذه العبارة إذا أقسم البسط والمقام أقدر أقسم البسط والمقام على عدد واحد، صحيح؟ إذا أقسمه على N، إذا أقسمه على شنو؟ N يعني كل النفط الموجود داخل المكمن. إيش راح تصير العبارة؟ يعني أقسم هذا كله، أقسم هذا كله على N، هنا راح يصير NPB على N، هنا راح تصير هذه الفرق، يعني NP1 على N، NPB على N، صحيح؟ لأنه كلها شنو بيناتهم؟ جمع أو تفاضل. هذني NPB على N معناته شنو؟ معناته Recovery Factor إلى Bubble Point Pressure. NP على N المنتج على الكلي معناته شنو هو Recovery Factor بعد، صح؟ فإذا المعادلة اللي راح أكتبها على أساس Recovery Factor. الكتاب ما مسوي هيك شيء، وإنما فارض أنه إذا اعتبرت on the basis of 1 STB of initial oil زين the production at bubble point of pressure NPV is هالقد. يعني شنو؟ يعني قايل إذا أنا أفرض أو أسوي الحسابات، مو أفرض، أسوي الحسابات لبرميل منتج على السطح، NPV هو نفس ال recovery factor، هذا اللي بدي قصده، واضح؟ بس أنا أشوف يعني هذا التعبير شوية يسبب صعوبة للفهم. الأدق أنه شنو رياضياً أقسمه على N هذا البسط والمقام، زين؟ فإذا المعادلة راح تصير راح أحصل الـ net cumulative gas oil ratio من خلال معدل الـ solution gas oil ratio، هذا المعدل weighted by recovery factor. هذا النقطة المهمة اللي راح تشوفوها بالمثال الحالي لكم يا. زين بعد ما تحلون المثال احنا خلنا نرجع اشرح لكم شنو كانت المشكلة وين كانت، لانه صار شوية تفاصيل فنسينا المشكلة وين. باعوا انا هنا بهذا القانون ريكفري فاكتور ابدا احصله شنو؟ الضغط محدد، احتاج الى قيم هي قيم مختبرية تتبع خواص الغاز BT BTI RSOI، كل هذني احصلها من المختبر البي في تي، اوكي ما عندنا مشكله، اخذ عينه من المكمن ودي المختبر احصل قيمها، ما عدا المتغير الوحيد اللي هو له علاقه بالانتاج، بالانتاج والار بي. اقول شلون احل هاي المشكله؟ ار بي شلون احصله؟ انا يعني بعدني ما منتج، اقدر احصله من خصائص الفلويد ريزرفر فلويد؟ نعم،
بفرض أنه الغاز اللي دا ينتج على السطح كله من جاي من سولوشن غاز، إذا أخذ معدل من سولوشن غاز وخليه بدل الـ RP. واضح؟ زين، شلون آخذ معدل؟ أقول المعدل لازم weighted by شنو؟ recovery factor. زين، من بعد ما سويته weighted by recovery factor، الـ RP مثلاً RP1 راح يصير فد قيمة تتعلق، بس هي مو قيمة رقمية واضحة، وإنما is a function of شنو NP1، بعبارة أخرى is a function of ماذا؟ recovery factor عد هذا الضغط، عد ضغط P1. صحيح؟ فإذا أعوض بالقانون اللي كنت أبحث عنه، أبحث عن بدال الـ RP، خلال أرجع لي فوق حتى لا يصير عندكم، أنا اللي حصل ريكفري فاكتور، بدال الـ RP شنو أخليه؟ أخلي هاي القيمة اللي حصلتها، حتى لا يصير عندكم اشتباه بالموضوع. الكتاب ايش كاتب؟ كاتب أني أسوي الحسابات لـ N1 STB، N شنو؟ 1 STB، فإذا ريكفري فاكتور و NP بهيجي حالة يصيرون نفس الشيء. واضح؟ حتى لا يصير عندكم كونفيوزنج، أني هذا الشيء شارحه، أنا أصور اللي شارحه أفضل من كتابة الكتاب. على العموم، فإذا أعوض هاي القيمة اللي حصلت هنا من RP أخليها هنا. زين، هنا راح تشوفون تحولت المسألة NP1 يساوي إلى فد أرقام اللي بيها أيضا NP1، يعني أنا عندي هسه معادلة واحدة ومجهول شنو؟ واحد. بس شنو هذا المجهول؟ ما مرتب، أرتبه يعني أضرب طرفين وسطين NP1 في هذه القيم، راح يصير معادلة خطية بسيطة، يعني يصير متغير واحد وتنحل، يعني مو شيء صعب، مجرد أرقام هواية وكسر وجمع، عرفتوا؟ فإذا أضرب طرفين وسطين وأحلها، هذا NP1 هنا NP1، أني كاتب لكم إياها على أساس ريكفري فاكتور RF1 RF1. ليش الفرق وين صار؟ الفرق أنه الكتاب فارض الـ N مو فارض، وانما مسوي الحسابات اللي برميل واحد، فاذا لهذا الحاله الريكفري فاكتور وان بي 1 يصيرون نفس الشيء. عرفت شنو؟ من بعد ما تحل هاي المعادله، هي هاي هنا شوي مشكله، المعادله حلها بسيط، بس تضرب الان بي 1 في هذه القيم راح تتحول المعادله الى معادله واحده متغير واحد، وتحصل القيمه الان بي 1 اللي تحصله هنا هو بالحقيقه الريكفري فاكتور عد هذا الضغط اللي هو هنا بالحسابات ماخذه 1600، يعني هو مجتاز ال 1700، ما مسوي الحسابات ال 1700، ماكو مشكله، حساباته شوي يصير اقل دقه. زين، بكل بساطه حصلنا الريكفري فاكتور بفرض انه ما عندي ما عبر الكريتيكال ساتوريشن. زين، آخر ملاحظة وهو أنه راح أحصل الريكفري فاكتور، العفو، راح أحصل الساتوريشن أوف أويل في كل ضغط اعتمادا على الريكفري فاكتور. يعني شنو؟ خليني أشرح لكم. أنا عندي انخفاض، عندي إنتاج، عندي انخفاض بالضغط، زين، النفط ده ينتج وشوية غاز ليتحرر داخل المكمن، صار فقاعات الغاز، فإذا تشبع النفط إيش ده يصير؟ تشبع النفط داخل المكمن ده يقل. ليش؟ لأنه يصير عندك شنو؟ فقاعات الغاز. زين، عندي ماي ده يدخل المكمن؟ لا. ليش؟ لأنه المكمن أندر فوليومتريك كنترول. زين، فإذا أريد أشوف هل توجد علاقة ما بين تشبع النفط وما بين الريكفري فاكتور؟ نعم توجد. الكتاب شارح هذا الشيء، شلون شارحه؟ قايل التشبع هو شنو تعريفه؟ تشبع النفط هو حجم النفط الموجود على حجم المسامات. زين، حجم المسامات هو شقد؟ قول. زين، حجم المسامات اللي تعرفه بسيطة، انت تعرف initial condition شقد اكو نفط داخل المكمن؟ N، الكمية الموجودة داخل المكمن هو N، بس ال N هو على السطح، حتى احول النفط داخل المكمن شو اسوي؟ اضربه في BOI. زين، إذا عرفت حجم النفط داخل المكمن، إذا حجم النفط داخل المكمن هو شنو؟ N في BOI، صحيح؟ كل النفط على السطح أضربه في BOI، إذا راح تعرف النفط داخل المكمن. زين، إذا عرفت النفط داخل المكمن تقدر تعرف حجم المسامات؟ نعم، يحتاج أنه فقط تعرف تشبع النفط initially. زين، تشبع النفط initially هو ايش قد؟ هو 1 ماينس SWI.
فإذا قسمت حجم النفط على تشبعه راح يعطيك شنو حجم المسامات. واضح؟ زين، إذن هذا هو حجم المسامات، فحجم المسامات أخليه بالمقام. حجم النفط حاليا إيش قد؟ يعني بعد الإنتاج إيش قد صار؟ إيش قد أصبح؟ أقولها أيضا نفس الفكرة، إيش قد أنتجت أقلل من الكل الموجود كان، أضربه في قيمة بي أو، زين راح يعطيني حجم النفط حاليا. أقسم هذه العبارة في التعريف. أنا طبعا هذا شرح يكون أكثر تفاصيل، الكتاب ما متسلسل ما متسلسلها واحدة واحدة، فإذا شوي راح تصير قراءتها صعبة، بس إذا تراجعون الفيديو راح تشوفوه بشكل مكتوب، أنا كاتب لكم إياه. فإذا أكو علاقة للمكان من الأندر ساتوريتد أندر فوليومتريك كنترول ما بين تشبع النفط في كل ضغط، زين، وما بين، طبعا هاي العلاقة تصير مختصرة أكثر، تصير بهذا الشكل، وما بين الريكفري فاكتور عند ذاك الضغط، وما بين انيشال كونيت ووتر ساتوريشن أو كونيت ووتر ساتوريشن، وماكو بعد انيشال لأنه هو ما راح يتغير إذا من أندر فوليومتريك كنترول في بي أو على بي أو أي. إذا هذه العلاقة تقول لك عند كل ضغط تريد تعرف تشبع النفط ايش قد، تقدر تعرف، بس لازم تعرف الريكفري فاكتور ايش قد. زين، تشبع الغاز ايضا يصير شنو؟ واحد ماينس اس دبليو اي ماينس اس او، وتشبع الغاز راح يكون. زين، بهذا القدر نكتفي. الباقي بعد تقدرون انتم تقروه. هنا قايل اذا هلقد انتج بفلوريت هلقد ايش قد راح يكون فتره الانتاج. طبعا تعرفون انه فتره الانتاج يكفي انه الكميه المنتجه تقسمها على شنو؟ على الفلوريت، راح يعطيك الكمية الفترة اللي راح تنتج. زين، بهذا القدر نكتفي. وشوفوا الفيديو المسجل، هو فيديو واحد كلش كافي ويشرح لكم. أني طولت، هو الموضوع مو هيك طويل ترى، يعني الموضوع أقدر بعشر دقائق ألخص لكم إياه، بس طولت ردنا نركز على بعض المفاهيم الأساسية وسلنا لكم المواضيع. زين، إذا أكو سؤال استفسار نستمع، وإذا لا حتى نروح نشوف البرزنتيشن للطلاب اللي اليوم راح يكون عندهم برزنتيشن شنو. زين، منو عنده سؤال؟ عقيل، تفضل عقيل. نعم استاذ، استاذ الجي او ار المفروض مو تزداد كل ما ننزل جوا الباور بوينت؟ جي او ار، لحظه بس خل اسد التسجيل.